مساحة آمنة تحوي عددا من نساء الأنبار اللائي فقدن المعيل. فبعد غلاء أسعار المحلات التجارية التي يصعب عليهن تأجيرها وبيع ما تصنع أيديهن، خصص هذا البازار الدائم لعرض منتجاتهن من مأكولات وصناعات يدوية لبيعهن وإعانة أطفالهن. هاي الفكرة أنا كنت أفكر بها من قبل 4 سنوات، جمعت مجموعة النساء خليتهن يشاركن كل من حرفتها وصنعتها، فصار لهن سوق ثابت، بدن يأخذن دورهن وبدن يأخذن دورهن بالمجتمع، بدن يشاركن، بدن يطلعن، بدن يطورن من نفسهن. يقول لك إحنا حان حال الرجال بإذن الله لازم نوقف على حيننا ونعين عوائلنا، والحمد لله والشكر ما شاء الله عليهم، يعني البيع كلش ممتاز ودي استفادن. ومن ضمن جوانب البازار أبرزت مواهب الفتيات، فمنهن من أبدعت أناملهن بالرسم، ومنهن من تعزف على الآلات الموسيقية المختلفة ليعبرن عن أحاسيسهن، لأن أغلبهن فاقدات للبصر ليصبح العزف رفيقا لهن. اختاريت هاي الآلة لأن من كنت صغيرة كنت أتمنى أنه أعزف هاي الآلة، وهاي الآلة تعبر عن مشاعر بالداخل، يعني تعبر عن أحاسيس، مثلا الكلام اللي ما أقدر أحكي ويا الآلة، يعني مقربة صديقة أعتبرها. هي أي آلة يكون يعني اللي بحالتنا يختارها إرادة تكون قوية يقدر يتعلمها، مهما تكون صعبة ومهما تكون بها النوتات. ولا شركة هو كان دعم للمواهب، وخصوصا سوى هذا البازار للنساء يدعمون المواهب، فحبينا يعني نطرح هواي مواضيع من خلال هذا البازار. الألوان اللي نستخدمها تكون مو بس نوع واحد، عدة أنواع. الأفكار يعني هي من خلال المواضيع اللي تصير فنجسد أفكار من عندها. البازار هذا سيستمر ليومين من كل أسبوع لغرض دعم شريحة النساء المتعففات للاعتماد على أنفسهن وعدم مد يد الحاجة الفاقة، خصوصا ممن فقدن المعيلة بسبب الحروب المتكررة على المحافظة. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة.